حكم الإحرام من التنعيم للمقيم في مكة إذا كنت تقصد العمرة، ففيها قولان أشهرهما عند الجمهور أن تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة، والقول الآخر أن تهل من دارك. ودليل الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى إن أهل مكة يهلون من مكة. ومن العلماء من حمل ذلك على الحج، والله أعلم.